جايب لكم ورشه متخصصه في السمكره والميكانيكا، موقعها في الدمام في الخضريه. هذه الورشه من داخل فخمه ما شاء الله، وهذا الفرن داخل. وهذا الفرن للسمكرة طبعا، نشوف من داخل. افتح الباب افتح الباب. جود جود، صك الباب صك الباب. معاي الاخ محمد سوداني مسؤول الورشة. الاخ محمد، الورشة عمال فلبينية ولا؟ احنا عمال فلبينيين ونيباليين ويمنيين وهنود، وكل العمالة موجودة ان شاء الله باذن الله تعالى. والمهرة يعني من بداية الورشة معانا. محمد، السيارات الموجودة في الورشة وبرا الورشة واجد، من اصحاب هذه السيارات طبعا؟ طبعا عندنا سيارات حق الشركات، عندنا سيارات حق الزباين خاصة، وعندنا معارض نتعامل معاها، ودوائر حكومية بعد كلها سياراتهم يعني. أنا ومحمد مسؤول الورشة صرنا أصدقاء، إذا شفت سيارتك قول له يسلم عليك بو فدا. آسف آسف صديقي محمد. وهذه السيارات اللي برا الورشة عند الورشة كلها تابعة لزباين الورشة. موقع الورشة دخلة النابية وسيهات وراس تنورة، وانت جاي من طريق الجبال السريع، الورشة تصير على يمينك بداية الخضرية. وهذا الفلبيني يزبط لكم الالوان والصبغ والسمكرة، بس ما يفهم عربي شلون اكلمه. هو ماي جود. اكل موجود؟ اكل هاي موجود. هذا اسوي صبغ؟ ايوه جود. انت جود؟ ايوه. فلوس موجود؟ نزل العشاء يا شباب، واللي له خاطر الجاي يمديك تلحق له 11 العشاء. حلميت اني شريت اللكزز وقفته عند البيت، وجهندي بالسيكل وحك اللكزز، فكيت من النوم لو امسك الهندي بمزعه تمزيع. بعد هالصبر اللي صبرته يجيك هندي يحكي اللكزز؟ ما عاش ما خليه امزعه تمزيع. شالحالة ذي، الليله بندخل 2019 السنه الجديده وسيارتي اللكزز انحكت.